من الحاجات الحلوة في 2018 هو ان انا لو انا جاي اعمل سيلكت تمام وعملت زوم السيلكت ما بيدعش. في الاصدارات اللي قبل كده كنت مجرد ان انت تعمل زوم تلاقي سيلكت ضاع، فلو محتاج تعمل سيلكت لبعض العناصر لازم تكون واخدهم معاك في الزوم الاول قبل ما تبدأ تعمل سيلكت. دلوقتي لا بقى ممكن وانت بتعمل زوم وانت بتعمل بان السيلكت شغال معاك بدون اي مشاكل.